محمد صلاح بيتنك على الجمهور، هنعرف كل تفاصيل الموضوع ده ولكن بعد الفاصل. يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات جات في العرض. في البدايه كده لو انت مش مشترك في القناه فانا بقول لك يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره في فيديوهات صغيره. محمد صلاح والصوره اللي ظاهره قدامنا دي، باختصار شديد موضوع محمد صلاح يا جماعه، ومعظم الناس اللي عماله تتعلق على الصوره دي وتتكلم وتقول لك ان محمد صلاح بيتكبر على اللعيبه، محمد صلاح حد بقى مش كويس، محمد صلاح خلاص ما بقاش زي محمد صلاح اللي نعرفه زمان. لا يا جماعه، محمد صلاح زي ما هو ما فيش اي حاجه اختلفت، ولكن خلينا نتكلم كده بصراحه مع بعض. انت او انا في ايام كورونا ولا كنا بنسلم على حد ولا كنا بنحضن حد، وده الطبيعي اللي المفروض هي دي الاحتياطات اللي المفروض احنا ناخدها وكل الاطباء كانت قايله لنا على حاجه زي كده. فتعالى انت مثلا واحنا عاديين، فتعالى مثلا لشخص زي محمد صلاح، شخص بيلعب في نادي كبير جدا، شخص من احسن اللعيبه في العالم، فالطبيعي انه يخاف على نفسه زياده عن اللزوم يا جماعه. انت حط نفسك مكانه هتلاقي نفسك ان انت هتعمل كده واكتر من كده كمان. طيب في حاجه كمان، انجلترا عامله قانون مع اللعيبه بالذات دي، وهي اي هويه اي لاعب يسافر لدولته او لاي دوله ثانيه لما يرجع على طول اللي يحصل معاه كالتالي، انه يقعد 10 ايام في عزل منزلي خاص بنفسه، وبيعمل 3 اختبارات PCR، ده طبعا علشان يتاكدوا ان هو تمام وما فيهوش اي حاجه. والحكومه بتاعت انجلترا نفسها بتتصل عليه كل يوم 3 مرات تتاكد اذا كان هو في البيت او مش في البيت، يعني لازم تقعد في البيت. محمد صلاح بقى كان بيستثنى الموضوع ده، يعني محمد صلاح مش هيتعمل معاه الكلام ده، ولكن بعد الصوره اللي ظاهره قدامنا دي فالطبيعي ان محمد صلاح هيرجع لليفربول وهيحصل معاه نفس اللي بيحصل مع اي لاعب، وان هو هيقعد 10 ايام عزل منزلي لوحده. ده كان باختصار شديد موضوع محمد صلاح يا جماعه، ما فيش تكبر ما فيش اي حاجه من الكلام ده كله، ولكن هو الموضوع ان احنا لازم نبقى مثقفين شويه ونبقى متحضرين شويه. الناس بدات تدخل محمد صلاح في مقارنه مع النني، ان ده شخص كويس وشخص متواضع وشخص محترم، ولكن يا جماعه ده محترم وده كويس برده ما فيهوش اي حاجه، ولكن الموضوع هو كده باختصار شديد. هو الراجل خايف ان في ماتشات مهمه معاه، خايف انه في انه يتعرض لاي حاجه ممكن تسيئه فيما بعد، لانه طبعا ده مستقبل، ودي حاجه ما فيش حد في مصر او في المنظومه الكرويه كلها ما بيفخرش بمحمد صلاح محمد النني وتريزيجيه واللعيبه اللي زي كده. ده كان باختصار شديد جدا موضوع محمد صلاح. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو.